السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير ان شاء الله، ديما نلقاكم بخير على خير في احسن الاحوال يا رب العالمين. تمو وليداتكم والعائلات ديالكم ان شاء الله وتكونوا كلكم بخير. انا البنات بنشارك معكم واحد الوصفه، الحقيقه ما كنتش غنشاركها ولكن حتى بديت قلت علاش لا. هاد الوصفه البنات رائعه بنينه، كتجي واعره واعره بزاف وبربعه المكونات فقط. فقط هادشي اللي كاين البنات. كيف كتشوفوا كنحتاج الصوصيص اللي تمهم مقطعه صغير، البصله، مطيشه والزيتون. هذا البنات واحد السندويتشات راه كنشريهم في يعني كنشريهم هكا في برا كايات، يكون دوك لي سندويتش يتباعوا، تيجي نفس المذاق وكيجيو رائعين البنات. كتقدروا تقدموا مع عفريت مع اي حاجه بغيتو. المهم انا كيف شو انا نطيبهم في الطاجين، نتوما تقدروا تطيبهم حتى في المقله البنات، راه كيجيو بنانين بنانين بزاف. هنا في هذا الطاجين انا درت شويه ديال الزيت، شويه ديال الزيت البنات، جات شي معلقه كبيره فقط لانه ديجا راه فيه عرفتوا عارفين الصوص لانه ميدم، يعني ما نحتاجوش نديرو الزيت، غندير غير معلقه صغيره على حساب ديك البصله، نخليها تشحر شويه تطلق ديك الحلاوه ديالها البصله. فقط كيف كتشوفوا اللون ديالها كيذهب، كتولي شفافه وكتطلق واحد الريحه غزاله حتى العطريه البنات حتى الاخير عدد ضيفوها، لانه كنعرفوا الزيتون مالح المرقاز تيكون فيه العطريه، يعني تيكون كل شيء منسم. فقط هنا كيف كتشوفوا غنخليهم يطيبوا على خاطرهم البنات، يتجمروا مزيان. كيف قلت لكم الا بغيتوا ديروها حتى في المقله راه كتقدروا ديروها، لانه كتجي بنينه في جميع الاحوال البنات، راه كتجي الوصفه بنينه بزاف وسهله هكا ديال الزربه، ديال النهار اللي تكوني غاده خارجه فيه وخصك توجدي فيه شي حاجه سهله وبسيطه. وفي الحقيقه من نهار مره كنتشهاو شي وصفات سندويتشات ديال المغرب ديالنا، كنتشهاهم انا صراحه، كنديرهم، كندير الخبز الطون مع الهريسه، كندير هذه اما كنديرها بالسوزيس، مره كنديرها بالكفته. المهم ما كنستغناوش على السندويتشات ديالنا وديال البلاد. هنا كيف كتشوف بالنسبه للملحه والابزار وشويه ديال التحميره البنات، درت غير شويه 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 فقط. هنا راه بدا كيطيب، صافي راه كنطفي عليه، طفيت عليه النار. كيف كتشوف حتى الطاجين مازال كيشرب، اما الا كان المقله راه كتنشفوا لاصوص ديالكم مزيان فقط. وهنايا صايبت الساندويتش ديالي البنات. الا بغيتو ديروا معاه الهريسه كيف قلت لكم راه كتجي شي حاجه واعره. قدمته مع عفريت فقط، هذا هو درت. المهم انا بغي في راسي بغيت ساندويتش ديال المغرب، درته في الدار وكناكلو. وان شاء الله حتى توجدوا لوليداتكم ان شاء الله وتاكلوا بالصحه والراحه يا رب العالمين. وغنخرجكم معايا ان شاء الله، تراو معايا شويه باذن الله. اول ما جاز البنات هي اكسيون بطبيعه الحال، ما صورتش لكم كلشي، صورت لكم غير الجديد ولي برومو اللي كاينين. المهم داكشي زوين، كاين هاد بحال الكاس اللي على ديك الحديده، حاطين هاد الزليفته هما الكبار والصغار والمويان، والكيسان ديالهم كلشي اون برومو كيف كتشوفوا. المهم كاين الجديد، كاين هاد القطعه حتى هي اللي كتحط هكا الماكله تحطوا عليها. المهم انا غنخليكم مع الجديد ونخليكم تشوفوا، يعني راه الاثمنه باينين في الحقيقه، كل شيء باين. خليكم مع المجازي داكسيون ان شاء الله ونعود نرجع معكم من بعد. لا كتشوف البنات جابوا هاد المعالق جداد بحال دوك اللي خديت انا في الذهبي، وكاين جابوهم هاد اللون هكا شويه، المهم زوينين مي ما عجبونيش انا، المهم يقدروا يعجبوا ان الناس اخرين. وجابوا البلاطوات الجديد ديال البلاطوات، هو هذا البنات صينيه تبارك الله نيت ديال المعقول، كدير ب 10 اورو. واحد الشكل ديال الصراحه زوين، هاد الشكل انا ما المهم ما عجبنيش بزاف، ولكن حتى هو زوين، يعني كل هادشي اذواق البنات. وهاد البلاطوات كيف كتشوفوا هادو لي ميروار، هادو اللي كيتعلقوا، اللي بغى يديروا مرايات يديروا، بغاو يديروا البلاطوات البنات راه كيديروا، راك عارف الحاجه ديال اكسيون ممكن تستعملي بها بزاف د الاشياء. وجابوا هادو هما اللي جديد عندنا بالنسبه لنا حنا هنايا في هاد المدينه اللي انا فيها، هذا هو الجديد فقط هنايا. وخرجت البنات لانه غنديكم معايا لواحد المكازا اللي سميتها فوين بازاخ، ما نقولش لكم عليها، على الديكوراسيون اللي دايرين ديال النوال، ما نقولش لكم ديال راس العام، واعره والزحام عندهم ما نقولش لكم، الدنيا عامره. تشوفوا معايا الباركينغ ديالها في الايام العاديه البنات اكسيون هي اللي كتكون مشي اكثر، لانه هادو الثمن ديالهم زايد على الثمن ديال اكسيون تقريبا نص الثمن. هذا سونتر كور البنات، هو اللي كان قبل سميتو فوين بازار، مي دابا ولا سميتو سونتر كور.
هنا كيف كتشوفوا البنات هاد الزليفات وهاد الطبيصلات راه تقريبا هاد الزليفه راه كدير 4 اورو والزياده 3 اورو 79، يعني الثمن صراحه الشياط ما تقدريش تحطي يدك عليه صراحه. عندهم الاثمنه طالعين طالعين بزاف بزاف. شوف هاد الاباجوره البنات 40 اورو 40 اورو، يعني 8000 ريال، ولكن عندهم شي حاجه واعره يعني ما كتلقايهاش في اكسيون صراحه. شي حوايج ديال الديكوراسيون ماشي بحال اكسيون، واخا دابا هما دخلوا السلعه ديال اكسيون البنات، مدخلين البلاطوات ديال اكسيون، غتشوفوهم معايا مي عندهم شي اشياء ما نقولش لكم تيحمقوا. شوف البنات هاد المرايات بحال ديال اكسيون، انا كنت خايده نيت وحده منهم لبنتي، عرفتي عندهم غاليين. هادي كدير تقريبا واحد 15 اورو هاد الكبيره، انا خديتها تقريبا شي 4 اورو ونص ولا زعما. عندهم الاثمنه شويه طالعين صراحه الله، مي عندهم شي حوايج زوين اللي كيستر انهم واخا تاخذيهم بثمن طالع، ولكن كاين الاشياء اللي زايدين فيه. المهم خليكم مع الجوله ان شاء الله، ونتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم البنات. ورجع معكم بعد. شوف البنات الطباسل فنين، الطباسل ماشي كبير في الحقيقه، راه غير صغيور البنات. شوفوا هكا ديال الكاطو ولا هكا يتحطوا فيه، شوف 3 اورو و99، ولكن شي حاجه واعره. ولكن اللي حمقوني البنات هما هاد الطباسل هذا، شوفوا لا فينيسيون ديالهم شي حاجه واعره. فيهم الطبسيل ديال الكروزي هكا ديال لا سوب، شوفوا كيفاش داير، والطبسيل ديال الكاطو ولا سالاد، والطبسيل الكبير. ولكن كيف تشوف الاثمنه، يعني غير بغيت تاخدي غير 6 6 6، ما شاء الله راه الثمن كيطلع كيطلع للفوق. شوفوا هاد الطبسيل الكبير تيدير 4 اورو، يعني 800 ريال، هو يستاهل صراحه. الا شفنا لاكالتي ديالو كيستاهل، شي حاجه زوينين. وهنايا الاشياء الاخرى البنات، المرايات، الديكوراسيون، لي طابلو. المهم غنخليكم تشوفوا واحد الغيو عندهم ديال راس العام، شي حاجه واعره. حنا البنات ما كنحتفلوا بطبيعه الحال براس يعني بالاعياد ديالهم، ولكن الاجواء تيحمقوا البنات، الاجواء رائعه، كتستاهل ان تعجبك، تستاهل انك شي اشياء اللي كيحطوها ما كيكونوش حاطينها في طول العام، بحال هاد الاشياء ديال الطابله وهاد اي حاجه زوينه هما تيحطوها في هاد الوقت هذا، صراحه تيكون داك الشيء واعر. انا حمقوني ميم هاد هادو اللي تيتحطوا تحت الطباسل، عرفتي مخرجين فيهم البنات اشكال وانواع، ان شاء الله غتشوفوهم حتى هما معايا، يعني الاشكال والانواع والاثمنه. ولكن الحاجه اللي كانت ثاني طوب في هاد المكازا هما هاد الطابلات البنات، واعرين راهم كبار. هادي كبيره ماشي صغيره، راه كاينين جوج، كاينه الكبيره والصغيره. كاينه الصغيره كدير 39 اورو، الصغيره كدير 19 اورو 90، والكبيره كدير 39 اورو 90. كاين في الدوغي وكاين في الكحل البنات، واعرين تيحمقوا غتشوفوا معايا. نقولش لكم ما تخليش العقل، والديكوراسيون راه المهم غنخليكم مع الفيديو، ما نكثرش عليكم قوه الهضره، خليكم مع الجوله ان شاء الله، ونتلاقى معكم من بعد.
وهنا البنات بالنسبه لهادو ديال الطابله مع مخرجين اشكال واعرين، ولكن الكاليتي ديالهم قيوقين، يعني تقدر غير تجرب تقطع، ما نظنش انهم ماشي تغسلوا ماشي بحال ديال الاكسون، ديال الاكسون شي حاجه واعره وغلاضين، اما هادو رهافين بزاف وغلى منهم، كيديروا اورو 99، اما حنا كنا انا شاريهم من اكسون، شريتهم تقريبا ب 99 سنتيم، سيرتو ملي تيكونوا برومو كناخذهم انا في الحقيقه في لي برومو 99 سنتيم، يعني نفس الاشكال بحال هذا. انا عندي هاد لي سات دو طابل تيكونوا شويه غلاضين، اما هادو البنات راه قيوقين قيوقين بزاف، ولكن صراحه معجبين اليوم في الاشكال. نتمنوا اكسيون انها تجيب تبدل لنا شويه الديكور وتدير، لانه صراحه اكسيون الاثمنه ديالها البنات راهم اثمنه رائعه وفي متناول الجميع، واي حاجه كتحتاجيها كتلقيها صراحه زوينه، واخا الكاليتي ما كتكونش شي حاجه نيت عاليه، ولكن زوينين. وهنا هذا الغيون ديال الدريس الصغار، دخلي لي ما تكرهي ما تخرجيش منه. المهم كنتمنى هذا الفيديو البنات يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.